أم مكلومة وثكلى، وكم من يتيم يبحث عن أب، وكم من جثة واراها التراب بدون أي دم. إلى أين يوصلنا التطرف؟ فأنا هنا أطالب بمنع أو إيقاف بث كل القنوات التي تحرض على الفتنة. شباب هذه الأمة يروحون ضحية للإرهاب والتطرف. أعتقد بأن الكارثة الحقيقية في القرن الماضي كان تأسيس وإنشاء جماعة الأخوان. اليوم عندما أرى أحد تلك الزعامات الموهومة والمصطنعة تعتلي أحد المنابر، أشعر بأن وراء هذا الحدث شيء جلل سيحدث. يكون هنالك اغتيال أو تفجير أو إرهاب من نوع ما. ليس فيصل القاسم فحسب، ولكن تم تصدير أيضاً القرضاوي ليكون هو الشيخ الذي يفتي. كيف تصمت جامعة الدول العربية وميثاقها الإعلامي المفترض عن قناة مثل الجزيرة؟ هل الجزيرة دولة؟ عن أن هنالك شفرات دائمة في كل حديث لرمز ديني يطل على الشاشة. ولكني أتوجه إلى المذيعين في القناة وإلى المراسلين، إذا كانوا يحملون ذرة باقية من الوطنية أن يعتزلوا الجزيرة، جزيرة الشيطان، بأن الجزيرة عندما تخاطب تعي من تخاطب، إنها لا تخاطب من لا يصدقونها. السؤال، متى يتم وقف القنوات الدينية التي تحض على الفتنة؟